معكم من جديد الحكم اللبناني أندريا حداد. سند كل الاعتراضات الاتحادية التي طالته في مباراة نصف النهائي الآسيوي محمد لوباني. الحقيقة أنا دخلت على المباراة بمعنويات جدا جدا عالية، ومثل نحن على المباراة نحن عنا فريقين قدامنا، نحن كحكام مثل القضاة، يعني بدك تطبق قانون أنت بالملعب، وبدك قدر المستطاع تكون حاول قريب تكون قريب للكرة تبعك، يعني موقعك سليم لتاخذ قرار سليم. نايف لحظة اللي صارت الاحتكاك مع اللاعب الكوري، أنا قبل ما أعطي إشارة البطاقة الحمراء لنايف الزازي انا لقيته وقف من ارضه وراكد علي للاعب بده ياخذ اجراء بحقه. انا صرخت له نايف من عندي من المجال تبعي تقريبا حوالي 10 امتار حتى ما اخليه يحتك فيه. هو اصر وصل للاعب الكوري وعمليه الضرب صارت براسه، يعني نايف ضرب اللاعب الكوري براسه، وعندما ضربه انا ما شفت فيه هون بحاله مثل هيدي، رؤيه قدامي واضحه، تمركزي سليم 100%، ما كان قدامي الا انه اشهر بطاقه حمراء بوجهه. لكن كابتن اللاعب السعودي الهزازي اشار بانه تعرض للضرب من اللاعب الكوري وهو ما اظهرته للاعاده التلفزيونيه حسب اللاعب. انا بالحقيقه من عندي انا اللي موقع اللي كنت انا فيه الكره لما لحظه انا اطلقت لما صار الاحتكاك وعمليه الضرب انا كنت عم بركض عم باخذ مالتي وواضحه كل رؤيه علي. اللاعب الكوري الاعتراض صار اعتراض بالجسم، ما عنده عمليه ضرب، يعني ما في عمليه انه يتعامل بيده او يضرب بيده اللاعب السعودي، هي عملت اعتراض عاديه بالجسم تستاهل يمكن الماكسيموم بطاقه صفراء اذا بدي اعطي هون. وهو نايف في حال كان في اي اجراء ما كان لازم هو ياخذ حقه بايده، لانه بنعرف انه الحكم بالملعب هو اللي بياخذ حق اللاعب. هو كان رد فعله عصبيه ما تحمل انه اعتبر بالطريقه هذه، وقف وضربه براسه للاعب الثاني. يعني عمليه الضرب هي مباشره بنسميها هنا فايولنت كوندكت، فايولنت كوندكت بتستاهل بطاقه حمراء. الزازي اشار لانه حاول ان يتكلم معك حول ان يشرح وجهه نظره الا انك لم تستمع وقررت رفع البطاقه الحمراء. انا ما في عنا احنا انا عندما توجهت نحو اللاعب لحتى اعطيه البطاقه الحمراء انا كان قراري لا تراجع عنه، لانه بطاقه حمراء خلص بحاله مثل هذه في عمليه ضرب من اللاعب، يعني معناها بتستاهل البطاقه الحمراء. ما في هون اقدر انه حالي لا ضربه ولا ما ضربوش ضربه. وهو لما ركض هو كان عم بيحاول يقول لي ما تعطيني البطاقه الحمراء، بس هو عارفين حاله انه مخطئ بالحاله اللي صارت، وانا قلت له انه البطاقه الحمراء هي حق بدي اعطيك اياه لانه انت اخذت حقك بايدك. نايف الهزازي كان تصريح اخر تحدث عن ان مستوى المباراه كان اكبر من اندريا حداد ومن التحكيم اللبناني. انا الحقيقه يعني انا سمعت هالقويل هذه كلها سوا، بس انا بعتقد انه الاتحاد الاسيوي ما عنده شخص اسمه اندريا حداد او شخص اسمه اي كان، يعني مثلا انه هذا في النا لنفترض تقرب منه او بنعرفه او مثلا بيعجبنا هو كشخصيه حكم يحكم المباراه، لا هن في عندهم خلال مسيره اندريا حداد شو محكم والاداء تبعه كيف كان، علاماته كيف كانت، اذا كان هو خير يفوت هالمباراه مع زملائه ولا لا. والحقيقه انا عم بقول لك انه الاتحاد الاسيوي السنه الحكام الاسيويين هن كانوا من افضل حكام كاس العالم. ليس فقط الهزازي من اشار لهذا، بل بعض المحللين في القنوات التلفزيونيه انتقدت لياقتك البدنيه كحكم بشكل عام لك بدنيا خلال اداره المباراه. عندنا نحن مراقبين اللي بيكونوا مشرفين علينا هن عم يعطونا النتيجه العلامات تبعنا وادائنا بالمباراه. انا بعتبر حالي انه بالمباراه وخاصه بعد ما رجعت السي دي وحضرت شو اسمه انا كنت الحمد لله كثير منيح، والمراقب اللي كان عم بيراقبني والماتش كوميشنر كمان ايضا ومراقب الحكام اعطوني كريدت كثير منيح انه انا كنت كثير جيد بالمباراه وكنت عم اتعامل معه بالطريقه المنيحه. فانا بدي اقول لهم انه لا الحمد لله انا بالاختبارات البدنيه عم بعمل 12 لابس، يعني 12 لفه او 24 150 متر، وعم كون الاداء البدني جدا جدا عالي، والحمد لله المباريات كلها اللي كانت قبل كان كل ادائي كان منيح.
انا لما دخلت على المباراة انا دخلت من انه بدي احكي مباراة كرة قدم انا وزملائي 100% ما يكون عندنا اخطاء نهائيا، والفريق اللي بيفوز يحتفل هو بيفوز صحتان على قلبه، والفريق اللي بيخسر له هارد لاك، بس بالنهايه نحن عم نصل على مباراه فوتبول من مستوى انه احترافي، ما بنسال على الاعلام شو عم بيقول ولا اذا كان في مؤامرات ولا اي شيء اخر، نحن حكيم كره قدم والحكم مبدئيا بيكون هو مثل القاضي، ونحن الحمد لله كنا نشهين بالمباراه. هل ستقبل إدارة أي مباراة مقبلة لأحد الفرق السعودية في البطولات الآسيوية في حال طلب منك ذلك؟ أكيد أنا ما عندي، وبالعكس أنا لي شرف أن أخوض لأي فريق سعودي مباراة وأي فريق عربي وأي فريق آسيوي مباراة، وإذا دعيت للمباراة حتى باتحاد جدة بملعبهم كمان هذا شرف لي ومستعد للدعوة كليا. أكيد خجول إلى درجة أن لو فوضه الهلال على تجديد عقده بمليون مقابل 10 سنوات لما قال لا، فما بالك بستة ملايين لعامين. اصبر وربك كريم. لقطة ختام وألقاكم. I'm